محمد أو الفنان الغامض شو سره؟ أيام ليالينا والفرحة عازف وبيغني بشكل كتير منيح. تميز محمد بطبعه المختلف كلياً عن أطباع زملائه. بتعرف المود اللي أنت مبسوط بس ساكت، لو الكلك حواليك بس أنت مبسوط أكتر منهم. بس إيش أنت حط نفسك وعدة بتصير. خط معاكس. جبهة معارضة. آخر همي برا بس مش هون يقعد قبل واحد كيف ولا أنا لا كل واحد هم بقف عند حده. شايفني اللي قاعد بجاوب بحكي إنه استغل شغلة خلاص سكر وخلاص. لا أنت خلاص. خلينا حبايب وأصحابه خلاص بحكي عشان. وبيعتبر انه ما حدا بيفهمه على كل حالات انا ما حدا بيطلع معي براسي انه انا امزح فبيقعد وبيسرح بافكاره ليه دايما هكا زيد مش تحكي معها ما هوش مستفز اليوم انا ماشي قاعد افكر قلت يا اخي حرام ادم كلهم مش حاقدين عليه انا اليوم قلت لي قاعد افكر انا قاعد احاول اتقرب منه بس يا اخي كل ما اتقرب منه احسه يا اخي ما ادري ردت فعله بتنفهم غلط فهو متسرع واللي بقلبه على راس لسانه ليش ايه طب عادي الكل بضحك وبمزح وانا عادي اصلا طبيعتي بضحك وبمزح ومرات جدي فبضحك وبمزح ليه الكل بينبسط لما بسكت حد شايف حاله طب مش لكن دايما عنده بيان لتوضيح وجهة نظره انا حر وبالنهاية العالم شايف هذا الشيء غلط تكرهني شايفها صح بتحبني بيجيني هيك شعور بدي اضحك وبتعيني فيش زي بالضحك وبمزح وبضحك وبنط عرفت حسب المود حسب المود ما حدا فيكم كلكم بيعرف عن شو جواتي ولا شو اللي صاير معي ولا انا شو في بقلب محمد رح يفهموا رفقاته بالمستقبل أو سوء التفاهم رح يبقى سيد الموقف للبحث تتم مع محمد.